تلميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. لدينا التمرين الأول، لون المضلعات فقط من بين الأشكال التالية. إذا لدينا أشكال، المطلوب هو تلوين المضلعات فقط. إذا كان الشكل مضلع، ألونه. المضلع ما هو؟ يجب أن يكون الشكل مغلق، ويكون أضلاعه أو حدوده كلها قطعة مستقيمة حتى نقول أنه مضلع. مثلا لو أخذنا هذا الشكل نقول أنه ليس مضلع لأنه ليس مغلق، ويجب أن يكون أضلاعه كلها قطعة مستقيمة. سوف نرى مع الأمثلة. إذا نأخذ الشكل الأول، نعرف أنه مغلق وأضلاعه كلها حدوده قطعة مستقيمة، إذا نقول أنه مضلع. نلون، كم لديه من ضلع؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذا مضلع سداسي. الشكل الثاني، نلاحظ أنه مضلع، الشكل مغلق وحدوده أو أضلاعه قطع مستقيم، إذا هو مضلع. الشكل الثالث، لابد أن نلاحظ أن الشكل مغلق، ولكن نلاحظ هنا الشكل قوس أو خط منحني، إذا هذا ليس مضلع لأن هذا الحد ليس قطعة مستقيمة، إذا لا نلون. الشكل الرابع، مغلق وحدوده قطعة مستقيمة، إذا هو عبارة عن مضلع. الشكل مغلق حدوده قطعة مستقيمة، مضلع. هنا كذلك الشكل مغلق حدوده قطعة مستقيمة، إذا مضلع. هنا نلاحظ أن الشكل مغلق ولكن هنا ليس قطعة مستقيمة، هذه ليست قطعة مستقيمة، إذا ليس مضلع. هنا الشكل هذا كذلك مغلق لكن هنا ليست قطعة مستقيمة، هذا على شكل قوس أو خط منحني، إذا ليس مضلع. هنا الشكل مغلق وحدوده كلها قطع مستقيمة، إذا مضلع. مضلع يجب أن يكون مغلق وحدوده قطع مستقيم. ننتقل إلى التمرين الثاني. قم بتفكيك الأعداد التالية باستعمال خاصية الضرب. إذا نفكك باستعمال الضرب، نلقى العدد 98579، 28236. التفكيك باستعمال الضرب، أنا أستعمل أخوات هكذا. ونواصل. لدينا الوحدات، العشرات، المئات، وحدات الآلاف، عشرات الآلاف. نبدأ بعشرات الآلاف، 9 باستعمال خاصية الضرب. وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف. إذا 9 ضرب 10 آلاف زائد 8 آلاف، 8 ضرب 1000 زائد 5 ضرب 100 زائد 7 عشرات، 7 ضرب 10 زائد 9 وحدات، يعني رقم 9 وحدات، 7 عشرات، 500، 8 آلاف، و19 آلاف. العدد الثاني دائما نفس الشيء باستعمال خاصية الضرب، وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرات الآلاف. 12 عشرات الآلاف زائد 8 آلاف زائد 2 مئات زائد 3 عشرات زائد 6 وحدات. إذا واحد، 6 وحدات، 3 عشرات، 2 مئات، 8 آلاف، 12 آلاف. نلتقي إلى التمرين الثالث. قارن بين الأعداد التالية باستعمال رمز من الرموز التالية، أصغر، أكبر، تساوي. لدينا الأعداد، نضع الرمز المناسب. 12350، 12350. دائما نعين الآلاف. 12000، 12000.
تابع 350 350، نقول أن العددان متساويان. العدد الثاني أو العددان التاليان 99998 99989، نعين الآلاف ونقارن 99 99، نواصل نقارن المئات 900 900 متساويا، نقارن أحسنتم العشرات 9 عشرات 8 عشرات، 9 أكبر من 8، نقول أن العدد أكبر من هذا، إذا 99998 أكبر من 99989. بنفس الطريقة نعين الآلاف نعين الآلاف، إذا 46,000 30,000، 46 أكبر من 30,000، 46,000 أكبر من 30,000. إذا وجدناهم متساويين نلتقن إلى المئات ثم العشرات ثم الواحد حتى نجد واحد أصغر أو أكبر من الآخر. نواصل كذلك نعين الآلاف 90,000 90,000، نلتقن إلى المئات 300 500، 300 أصغر من 500، وهكذا قارنا بين الأعداد باستعمال الرموز. نلتقي إلى التمرين الرابع، أكتب المدد التالية بالأعداد. لدينا مدد بالحروف نكتبها بالأعداد، ربع ساعة ساعتين نصف ساعة ساعة والنصف، إذا ربع ساعة تساوي أحسنتم 15 دقيقة، ساعتين معناه اثنان، ساعتين معناه اثنان، اثنان ساعة، لدينا واحد ساعة تساوي 60 دقيقة، هذه للحفظ، هذه يجب أن تحفظونها، واحد ساعة تساوي 60 دقيقة، كذلك هذه تحفظونها، ربع ساعة تساوي 15 دقيقة. إذا لدينا ساعتين معناه مرتان 60 دقيقة، 60 زائد 60 أو 60 ضرب 2، ساعتين معناه 60 ضرب 2، نجري عملية الضرب، 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 6 12، إذا ساعتين 120 دقيقة، لدينا ساعة 60 دقيقة، لو أعطانا 5 ساعات نضرب 5 في 60 مثلا. ثالثا نصف ساعة، كذلك هنا يجب أن تحفظونها، نصف ساعة هي 30 دقيقة، نصف ساعة 30 دقيقة، نواصل ساعة والنصف، لدينا ساعة والنصف، ساعة كم تساوي؟ أحسنتم تساوي 60 دقيقة، ونصف نصف ساعة هي تساوي 30، إذا لدينا ساعة والنصف 60 و30، عملية أحسنتم الجمع، 60 زائد 30 الجمع تساوي 0 زائد 0 تساوي 0، 6 زائد 3 تساوي 9، إذا تساوي 90 دقيقة. نراجع، ربع ساعة تحفظونها 15، ربع ساعة 15 دقيقة للحفظ، نصف ساعة كذلك تحفظونها 30 دقيقة، هنا ساعتين 60 نضربها في 2، لو كانت 4 ساعات نضربها في 4، لما تكون من هذا الشكل ساعة والنصف نحول هذه 60 هي نصف 30 ونجمعهما نحصل على 90 دقيقة. نلتقي إلى الوضعية الإدماجية، بمناسبة نجاح المتعلمة باللقرج دعاء ذهب والدها المسمى الجلالي إلى السوق فاشترى بعض الفواكه ب 2140 دينار، واشترى 10 قطع من الحلوى، ثمن القطعة الواحدة 65 دينار. كان الوالد يملك قبل الذهاب للسوق مبلغ 3000 دينار. السؤال الأول، ما هو ثمن قطع الحلوى؟ ثانيا، ما هو ثمن كل المشتريات؟ ثالثا، كم بقي عند الوالد بعد التسوق؟ نشرح الوضعية. إذن لدينا التلميذة دعاء تحصلت على نتائج جيدة أو نجحت في الامتحان، والدها المسمى جلالي ذهب إلى السوق اشترى فواكه ب 2140 دينار فواكه، واشترى كذلك قطع من الحلوى، اشترى 10 قطع
من الحلوى. ثمن القطعة الواحدة 65 دينار. إذا هذه 65 دينار، ليست كل القطع، قطعة واحدة 65 دينار، إذا هو اشترى 10 قطع، كل قطعة ب 65 دينار. وكان يملك قبل الذهاب إلى السوق، كان لديه مبلغ 3000 دينار، كان لديه هذا المبلغ. سؤال: ما هو ثمن قطع الحلوى؟ إذا اشترى، كم اشترى من قطعة؟ 10 قطع، كل قطعة تساوي مبلغها 65 دينار، إذا 10 مرات 65 دينار. أحسنتم عملية الضرب، القطعة الواحدة. إذا نضرب، نجيب على السؤال: ثمن قطع الحلوى، عملية الضرب 65 دينار للقطعة الواحدة، 10 قطع 65 ضرب 10، 65 ضرب 10 تساوي، بما أن الضرب في 10 أو تعالى الصفر، نكتب 65 ونضيف الصفر. إذا ثمن قطع الحلوى هي 650، 650 دينار. السؤال الأول: إذا اشترى الحلوى بثمن 650 دينار. سؤال ثاني: ما هو ثمن كل المشتريات؟ إذا كل ما اشترى الأب جلالي، ماذا اشترى الأب؟ اشترى الحلوى، كذلك اشترى الفواكه. لدينا مبلغ قطع الحلوى 650 دينار، ومبلغ الفواكه أو ثمن الفواكه هي 2140. إذا ثمن كل المشتريات، أحسنتم، عملية الجمع. نجيب على السؤال: ثمن كل المشتريات، إذا كل ما اشترى الأب اشترى قطع الحلوى والفواكه، عملية الجمع. لدينا 2140 هي ثمن الفواكه، زائد 650 ثمن قطع الحلوى. نجري العملية عمودية: 2140 زائد 650، نبدأ من الوحدات هكذا حتى لا نخطأ، 650، ونجري العملية 0 زائد 0. أحسنتم، صفر، 4 زائد 5 جيد 9، 1 زائد 6 7، 2 زائد 0 يساوي 2، إذن يساوي 2790 مبلغ كل المشتريات. نجيب عن السؤال: ثمن كل المشتريات 2790 دينار. سؤال ثالث: كم بقي عند الوالد بعد التسوق؟ إذا بعد ما اشتروا كل هذه المشتريات، كم المبلغ الذي بقي له؟ كم بقي له؟ بقي، أحسنتم، هي عملية الناقص. يجب أن نعرف كم كان لديه من قبل. كان لديه 3000 دينار. ثمن كل المشتريات هي 2790 دينار. إذا كم بقي؟ المبلغ الذي كان لديه ناقص ثمن المشتريات. عملية الناقص، نجيب: بقي عند الوالد بعد التسوق، نجري العملية ونكتب العملية أفقية، كم كان لديه؟ 3000 دينار. ثمن المشتريات 2790، 2790، نجري العملية عمودية من الجهة العمليات، 3000 ناقص 2790، إذن 0 ناقص 0 0 0 ناقص 9، 9 لا أستطيع، أستعير العشرة وأطرحها من هنا، هنا يوجد 0، إذن أستعير من هنا 10 تصبح 2، وهنا صارت 10، أخذت واحدة أصبحت 9. أعيد: 0 ناقص 9 لا أستطيع، أستعير العشرة ثم صفر ننزع منها واحد، صفر لا أستطيع، أستعير عشرة من الآلاف وأطرحها تصبح 2، هنا صارت 10، أخذت واحد أصبحت 9. إذن 10 ناقص 9 تساوي 1، 9 ناقص 7، أحسنتم، 2، 2 ناقص 2 تساوي 0. إذن المبلغ الذي بقي هو
210 دينار. نجيب بقية عند الوالد بعد التسوق 210 دينار. نعيد مراجعة الوضعية الإدماجية. إذا ذهب الأب إلى السوق، اشترى الفواكه ب 2140 دينار، واشترى قطع الحلوى، اشترى 10 قطع، ثمن القطعة الواحدة 65 دينار، القطعة الأولى 65 دينار، القطعة الثانية 65 دينار، 10 قطع، إذا 10 مرات 65 دينار. سؤال، ما هو ثمن قطع الحلوى؟ عملية الضرب، 65 في 10 وجدنا 650 ثمن الحلوى. ثم سؤال ثاني، ثمن كل المشتريات، كل ما اشترى الأب، الأب اشترى، لم يشتري الحلوى فقط، إنما اشترى الحلوى كذلك اشترى الفواكه، إذا نجمع كل ما اشترى، نجمع ثمن الفواكه مع ثمن الحلويات وجدنا 2790، إذا صرف 2790. كم بقي له؟ نطرح كم كان لديه، كان لديه 3000 دينار، واشترى مبلغا بمبلغ 2790، إذا بقي له 210 دينار جزائري. وهكذا انتهينا من حل الوضعية الإدماجية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد، والى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.